ما كتمشيش عند جميع المواطنين، كنخلقوا من الاول كنخلقوا واحد فوارق اللي هي صعيبه باش نتصرفوا فيها. فالمهم اذا في هذا الاطار ان شاء الله كاين في الرسمي الرسمي الذات لما تشكيل ديال صلاح السوق في اشكاليه ماشي غير ديال الانطلاقه الفعليه للمرحله الثالثه 19 سبتمبر الاخير في القصر الملكي في الرباط، وكنا كنعرفوا كلنا فهذا هو الشهر الملكي الكبير اللي فعلا في اطار باش نوصلوا جميع الفعاليات، لان هو مشروع اللي التنزيل ديالو يعني لا في المرحلة الأولى لا في الثانية وفي الثالثة أكثر، هو كيعتمد على يعني على الفعاليات كله، المجتمع المدني على المنتخبون وكذلك إدارات جميعا، وكذلك فعاليات هناك فعاليات في الأقاليم، ولهذا كانت كما تبعتيو يعني التطرق بالتفصيل كل البرامج برنامج، وكاين برامج اللي هي كنعززوا فيها كل المستجدات ديال المراحل السابقه، وكذلك تطرق لبرامج جديده اللي هي في الحقيقه كتصب التنميه البشريه يعني في العمق ديالها. وهنا في المشاريع في البرامج الجديده كاين هناك برنامج اللي كيخص ادماج الشباب في النسيج الاقتصادي اللي كيهو كيهم وكيهتم الشباب اللي غيتم ان شاء الله يعني المواكبه ديالهم لا في اطار تقويه القدرات ديالهم للتشغيل، كذلك المصاحبه ديال هاد الشباب اللي الذين يريدون خلق مقاولات تكون ان شاء الله المصاحبه ديالهم قويه يعني لا يعني في اطار يعني تكوين هذا البرنامج، وكذلك في اطار ما بعد كذلك. اما فيما يخص البرنامج الرابع اللي هو جزء مهم اللي هو كيتجه للاجيال الصاعده اللي غتتم المواكبه ديالهم منذ طفولة، هو لا فيما يخص الصحة ديال الأم والطفل، لا فيما يخص التعليم الأولي، من المبادرة إن شاء الله في المرحلة الثالثة ستصاحب وزارة التربية الوطنية في تعميم، ولا سيما في المناطق البعيدة في القرى البعيدة اللي ما كتوفرش على المدارس، وكذلك غيتم المواكبة ديال التربية بصفة عامة فيما يخص الدعم الدراسي، لا فيما يخص الدعم يعني الدراسي، وكذلك فيما يخص كل ما يحيط بالدراسة مثلا النقل المدرسي والإيواء، وكذلك التوجيه، وكذلك كل ما يخص يعني مواكبة التلاميذ لنقص من الهدر المدرسي، لان هذه المعضله هذه مع الاسف عندنا معضله كبيره خصنا كلنا نحاربوها باش تكون جوده وتكون مواكبه التلاميذ في الدراسه. شكرا.